طبعا احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد فعاليات مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة، واللي فعالياته بتجذب جمهور كبير جدا. المدينة الحقيقة من اول يوم في المهرجان وهي مليانة حيوية ونشاط بحجم طبعا المهرجان، وفي حجم تفاعل غير مسبوق في المدينة، وفي اقبال كبير من الناس على المدينة بسبب المهرجان. طبعا يعني احنا شايفين تفاعل كبير، وده الحمد لله حاجة عظيمة جدا. النهاردة عندنا سهرة ترابية بامتياز علشان الفنان والمطرب كاظم الساهر اللي هيحيي الحفل الغنائي النهاردة خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالم عالمين أو مهرجان العالمين الجديدة، وكمان النجمة ماجدة الرومي اللي هتطل على جمهورها إن شاء الله في حفلتها بكرة الجمعة بقيادة المايسترو نادر عباسي. طبعا نجمين كبار جدا سواء كاظم الساهر أو ماجدة الرومي ليهم مكانة كبيرة جدا في عالم الغناء في الوطن العربي وبين الأجيال المختلفة، خاصة أن تاريخهم الفني طويل وممتد لسنوات طويلة من الإبداع الفني. وأكيد حضراتكم عارفين أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة يو لايف لنقل فعاليات مهرجان العالم عالمين في دورته الثانية ضمن استراتيجية الشركة في الترويج للسياحة في مدينة العالمين الجديدة. أعتقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مش بتدخر جهد في سبيل تقديم خدمة مميزة للناس وإنهم يعرفوا يستمتعوا. جدول حفلات المهرجان بيتضمن تنوع كبير بين كل الألوان الفنية والثقافية وكمان الرياضية اللي الجمهور بيفضلها بمختلف أعمارهم وأذواقهم. كل واحد بيحب حاجة هيلاقيها موجودة في مهرجان العالم عالمين. إن شاء الله تستمتعوا جدا وتنبسطوا جدا في المهرجان. نصبح عليكم مرة تانية، صباح الخير يا مصر.